مساء الخير مشاعل مرة ثانية. احنا متواجدين يعني انتقلنا من استديو 500 الى استديو الاخبار لنتعرف بشكل اكبر على استعدادات قطاع الاخبار والجهود اللي يقومون فيها لنقل الانتخابات التكميلية انتخابات 2019 في الدائرة الثانية والدائرة الثالثة. يسعدنا من خلال هذه التغطية ان نستضيف الاستاذ عادل العازمي وهو مدير إدارة الاخبار والبرامج السياسية. مساك الله بالخير وقواك الله. يعطيك العافية استاذ عادل. مساك الله بالخير اخوي احمد، ارحب فيك وارحب بالشاده الساده المستمعين المشاهدين، واهلا وسهلا فيكم في استوديو 800 اللي امانه اعديناه لتغطية انتخابات امه تكميلي 2019. نعم، يا ريت تعطينا والساده المشاهدين استعداداتكم في قسم او قطاع الاخبار لانتخابات تكميليه في الدائره الثانيه والثالثه. مثل ما تشوف احنا الان في استوديو 800، استوديو 800 امانه اعد خصيصا لتغطية هذه الانتخابات اللي ان شاء الله راح تنطلق يوم 16/3 يوم السبت القادم، وراح نبدا بالتغطية ان شاء الله من الساعة 8 صباحا الى الساعة 8 مساء وقت اقلاق الصناديق، وبعدها راح ننغل على الهواء مباشرة سير عملية فرز الاصوات الاولية الى اعلان النتيجة الرسمية عن طريق القضاة المختصين. نعم، راح تكون التغطية ان شاء الله في الدائرة الثانية والدائرة الثالثة. شلون البروفات والاستعدادات معكم؟ احنا بلشنا البروفات امانة من امس في الاستديو، ومن قبلها هم كذلك بلشنا البروفات مع المناديب ومع الطواقم الاخرى اللي خارج الاستديو. صار لنا اكثر من 10 ايام شغالين عليها، ولكن فعليا اليوم البروفات النهائية ان شاء الله في استوديو 800 مع الزملاء والزميلات داخل الاستديو، واللي نامل ان شاء الله كما عودونا في نقل مميز لمجريات انتخابات ام 2019 التكميلية. أمانة قطاع الأخبار والبرامج السياسية منذ الدعوة لهذه الانتخابات وهو يعمل على قدم وساق، أعدنا لهذه الانتخابات تغطية مميزة كالعادة في أكثر من 18 مراسل ميداني من خلال 8 أماكن بث ثابتة ومتحركة. عندنا أكثر من 200 مندوب راح يكون إن شاء الله لنقل النتائج الأولية. عندنا هم كذلك مجموعة من الزملاء وزميلات داخل الاستديو راح يقومون بنقل مجريات سير عملية الانتخابات، وهم كذلك خصصنا الجزء الثاني من التغطية لنقل الفرز على الهواء مباشرة إن شاء الله إلى ظهور النتيجة بإذن الله. أمانة هذا كله أتى من خلال تخطيط شامل وكامل من قبل القائمين على وزارة الإعلام إلى هذا اليوم اللي إن شاء الله راح ننهي فيه البروفات النهائية ونعد مشاهدينا الكرام بتغطية متميزة كما عودهم تلفزيون دولة الكويت. يعني قاعد نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن الشغل على قدم وساق. من متى راح يكون بداية النقل إن شاء الله؟ راح نبدأ أمانة على الهواء مباشرة الساعة 8 صباحا. 8 صباحا راح يكون انطلاقة من هذا الاستديو من خلال جولة بالدائرتين، وراح يكونون هم كذلك المراسلين الميدانيين من داخل مراكز الاقتراع، وننقل لهم أولا بأول سير العملية الانتخابية الى ان شاء الله الساعه 8 مساء. الساعه 8 مساء ان شاء الله راح ننتقل الجزء الثاني نفس ما اسلفت وهو عمليه الفرز، واللي ان شاء الله راح تستمر الى اعلان النتيجه النهائيه عن طريق القضاء باذن الله. قواكم الله ونتمنى لكم التوفيق ودائما متواجدين انت ويعني يعطيكم العافيه في قطاع الاخبار. الاستاذ عادل العازمي مدير اداره الاخبار والبرامج السياسيه، كل الشكر لك. قواك الله على تواجدك معنا وعلى هذه الفقره. شكرا اخوي.